قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. سيدنا ومولانا السيد محمد عثمان المرغني شيخ الطريقة الختمية. ده الكتاب, ده ده الكتاب, ده الكتاب. العقائد ده انا اكلمكم النصيحة, لو ما تكسرت ما بنمشي لقدام. ما يقول يغشك يقول لك يا مولانا الأمة بخير. ايوه الأمة بخير, لكن في شر قاعد لابد يصلح, لابد يصلح. اكتر الناس ما دايرة دين الله, اكتر الناس دايرة حرام القلوب تقلب في نوبي بتقلب. يا عيني تعاينا الجنن تنو قلبي. اكتر الناس, اكتر الناس ما داير دين الله, عشان كده ربنا قال وينطط اكتر من في الارض يضلوك عن سبيل الله. عشان تعرف انه نحن وجعتنا وحرقتنا دي ما ساكت, ونحن دارين والله للصغير قبل الكبير الخير. وما حصل ابدا جينا قلنا يا جماعه ادونا حاجه, ولا دارين من زول قروش, دارين نحذر الناس من الشر اللي بيكشف الكروب ربنا. عشان كده ربنا قال في سوره يونس, وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. والمثل قال العود كان ما فيه شد ما بيقول شنو يا جماعة, ما بيقول طق. والله يا جماعة عندنا جيرك في السودان لو ربنا تور أبو لهب عليه لعنة الله, جاء السودان بس خمسة دقائق بس حيقول شيرك زي ده أصله ما شفنا. الله تكلم عن الناس, عن الناس, وقال سيقول السفهاء من الناس. تجار الدين ما بيقولوا الحق, عندهم مصالح, عشان كده الرسل ما عندهم مصلحة في بشر أبدا. ربنا قال يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك, خلاك سمين, تفاح, كب, برتقال, كب, أناناس, ليمون, دمنه دمنه. ده رب العالمين يا كيف تنادي لك تقول لي يا شيخي البريدك مد ليدك يمدها بيوين ودفنت. انت تزعل من ده ولا تزعل مني انا؟ بالله يا جماعه ابقوا منصفين وابقوا عادلين. منو قال قال انا البنيت السماء ما الله, وقال انا العرش والكرسي بتاع الله, وانا كان ماخذ لام من الله نار الجحيم الخلقه الله, انا بقدر اطفيها ذات واغلب الله. منو؟ محمد عثمان المرغني. في شيرك لو انت تكتت وانا تكتت ربنا بيهلكنا كلنا يا جماعه, الصالح والطالح. عشان كده ربنا قال ادعو, الرسول قال الدين النصيحه. في شيرك الجنه حق الله, في ناس قالوا الجنه ما تكنه نحن. والموضوع ده ما بيصلح الا بدعوه صريحه, اما الدعوه بتاعت الغدغته تغدغت في المواضيع, تتكلم كلام فضفاض بفوق بفوق. يا امه الاسلام الأمة تحتضر والأمة تنتظر والأمة تعيش جراح وآلام. جراحة وينه؟ آلام وينه؟ في دعاة ما عندهم موضوع, دعاة دارين يأكلوا ها بمنبر الدعوة, دارين يغشوا الناس, شغالين شغل فوق فوق. أتكلم عن العقائد دي عديل, ما في عقائد خربانة في المجتمع ولا ما في؟ حتى في أكثر الأماكن لو جات بتغني ولا دول بيمدح الناس بتذموا ها؟ لو جات ها جابوا اللمين, جات حنان بلبلو ندى القرعة اوه ناس بقرب. لكننا بنجي الحق, ربنا قال اكثر الناس ما دارين حق. ربنا قال لقد جيناكم بالحق ولكن اكثركم للحق كارهون. الزول اللي بكورك من برا ده ما هو ما عنده حجه, لو عنده حجه عرفت تمام. كورك بيجي بيقول والله انا عندي رد عليكم, اتفضل اتفضل. طب بنديك المايك ده تتكلم للصبح. الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا, وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أول حاجة يا جماعة, ما جينا والله لأهلنا في الكوداب والحوشاب ننتغم من زول معين,
زي ما بين الشيخ والمشايخ من قبلي، وإنما جينا نوضح حقائق للناس من باب قوله تعالى وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وما معنى كلامنا ذي معا إنه نحن أعلم منكم، ولا معناته نحن أفضل ولا أحسن ولا أعرف منكم، بل قد يكون فيكم ناس أعلم مننا بمراحل، لكن نحن قلنا ربنا قال وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، والآية دي فيها حاجتين. الحاجة الأولى وذكر، كلامنا من باب الذكرى يا جماعة. والحاجة الثانية إن الزول اللي بتعجب الذكرى والبيفرح من كلام ربنا وكلام الرسول عليه الصلاة والسلام وما بيزعل من كلام الله وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم ده المؤمن ذاته. عشان كده ربنا قال فإن الذكرى تنفع منو؟ منو؟ ما قال الناس، ربنا قال المؤمنين. يبقى اللي بينتفع بالكتاب وكلام الرسول عليه الصلاة والسلام اللي بنقوله ده المؤمن صحيح صحيح. اما اللي بيزعل من كلام الله ومن كلام الرسول عليه الصلاة والسلام، ربنا قال وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة. الزول ما داير الآخرة الجنة وما بيؤمن بها بيشمئز قلبه من كلام التوحيد. إذا ذكر الله وحده بيشمئز بيزعل. وإذا ذكر الذين من دونه، إذا قلنا سيدي فلان وشيخي فلان وشيخ الطريقة فلان، قال إذا هم يستبشرون ده المنوب الذين لا يؤمنون بالآخرة الما دايرين الآخرة. فأنا أحسب إن شاء الله إنه معظم الناس والغالبية العظمى من الذين يريدون جنة الله سبحانه وتعالى، وكل الناس دايرين جنة ربنا سبحانه وتعالى. الطريق لا كيف مع الناس دايرين الجنة، الطريق لا كيف يا ناس؟ باختصار شديد، ما في جنة بغير توحيد وبغير عقيدة في الله براو. يعني ما جوز أنا دخليته يا جماعة، حتى النفرين الزعلانين ديل أو نفر واحد، نسأل الله عز وجل يهدينا ويهدي الجميع، خلاص يهدي الجميع. شوف، ما في جنة من غير عقيدة في الله براو أبدا، لأنه ربنا سبحانه وتعالى قال إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. القرآن ده واضح ولا ما واضح؟ ما عربي؟ القرآن ده عربي ولا ما عربي؟ واضح، وانتوا عرب بتفهموا العربي. ربنا قال إنه من يشرك بالله فقد حرم الله، ما نحن، ما نحن اللي حرمنا عليه وما نحن اللي منعنا من الجنة، الله اللي حرم ومنع عليه الجنة. فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. الشرك ده كيف اللي بيمنعنا من الجنة؟ هو شنو؟ في ناس بيفتكروا الشرك ده مات مع موت أبو جهل وأبو لهب، الكلام ده كذب. الرسول عليه الصلاة والسلام قال، وما في زول أعلم من الرسول، لا شيخ الطريقة لا الفكيلة غيره، الرسول عليه الصلاة والسلام أعلم الأمة. الأذان يا جماعة. الشرك ذا الرسول عليه الصلاة والسلام قال حيكون موجود في أمتي، مش اليهود والنصارى بس، أمتي. قال النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم وسنن أبي داود وغيره، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة، يعني يوم القيامة، حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين، وحتى تعبد فئام من أمتي الأوثان. والأوثان يا هالقبب والقبور والأضرحة. وأنا بستغرب يا جماعة كده بالراحة كده،
زي ما قالوا جماعنا خدت الكورة في الواطة. أنا بستغرب في زول يزعل من كلامنا ده، لأنه ده ما كلامنا، ده كلام الله وكلام الرسول عليه الصلاة والسلام. أنت يا زول لو زعلان، أنا ما بقصد الناس كلها معليش، أنت يا زول لو زعلان، الزعلان لو زعلان أنت زعلان من الله ومن الرسول صلى الله عليه وسلم. قال في شرك ربنا وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. قال في شرك الرسول عليه الصلاة والسلام. والشرك وينه؟ شفت القبب والأضرحة والطرق؟ في ناس قالوا هنا ما عندنا قبة، صح، دي رحمة من الله عليكم، ونحن ذاته لو ما عارفين انكم ناس كويسين والله ما بنتكلم لكم بصدر الرحب زي ده. لكن طالما انت زول كويس لازم تعرف الخير وتعرف الشر عشان ما تقع في الشر. حذيفة بن اليمان صحابي جليل، صحابي جليل، وده كاتم سر الرسول عليه الصلاة والسلام. منو فينا اللي بيحصله؟ منو فينا اللي بيحصل؟ حذيفة بن اليمان رضي الله عنه. حذيفة قال ابن اليمان رضي الله عنه قال تعلم أصحابي من رسول الله صلى الله عليه وسلم الخير وتعلمت أنا الشر من النبي عليه الصلاة والسلام مخافة أن يدركني. هسا انت ولدك بتقول لي الشارع ده ما تمشي فيه، فيه كلب سعران، ده شر ولا ما شر؟ شر، حذرت منه عشان ما يقع عليه. فكذلك أنا لما أحذرك من الشر، لما أحذرك من الشرك، لما أحذرك من الكفر، من البدعة، ما معناته أنت مشرك، أفهم، لكن دار أحذرك من الشر لأنه أنا دار لك الخير، ما دارك تقع في الشر. وشوف لو ما كان في شرك ما كان في ناس بيزعلوا. ليه تزعل؟ ليه تزعل؟ إذا أنت أصلا ما عندك قضية بالشركيات الحاصلة وما هماك، المفترض ما تزعل. والمثل قال العود كان ما فيه شق، ما بيقول شنو يا جماعة؟ ما بيقول طق. عرفت كلامي؟ ده الحاصل، ده الحاصل. والشرك يا تو، الشرك يا هو الناس اللي بيمشوا للشيوخ الطرق الصوفية ديل. جيبوا الكتاب ده، جيبوا، جيبوا الكتاب، أنا بوريك إنه في شرك ولا ما في. في شيوخ طرق صوفية قالوا نحن الله ذاته، بس كده. هذا شرك ولا ما شرك؟ افتح ده، لا ده كتاب، ما هو ده نقد، ونقد أنا ما قلت هنا على الأم زول، ولا قلت، أسمع كلامي، ولا قلت هنا على أبو زول، قلت يا جماعة، ولا قلت هنا على القبيلة الزول، ولا أسئت لي زول، أنا قلت هو قال وده الكتاب وده دين يا جماعة، ده ما غيبة زي ما بغشك بعض الناس الجهلة، ده دين. ربنا سبحانه وتعالى تكلم عن الناس قال سيقول السفهاء من الناس، ديل ما ناس، الله اللي قال سفهاء ديل، ديل ناس، ما كانوا بهاي، ما كانوا غنم، ما كانوا حمير. الله تكلم عن الناس، عن ناس، وقال سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. الله قال كده. انت أعلم ولا الله؟ أأنتم أعلم أم الله؟ ده كتاب، أنا ما حوريك الألف الكتاب منه إلا بعد ما أقرأ لك الكلام عشان تعرف إنه نحن وجعتنا وحرقتنا دي ما ساكت، ونحن دارين والله للصغير قبل الكبير الخير، وما حصل أبدا جينا قلنا يا جماعة دون حاجة، ولا دارين من ذو القروش، دارين نحذر الناس من الشر لأنه بنحب لجميع أمة محمد صلى الله عليه وسلم الخير يا جماعة. امسك الماي، انت اسمع الكلام وصاحب العقل بميز. طيب، ودي الناس، دي الطرق الليلة في بلدك دي في السودان تابعينهم ملايين البشر. يعني احنا ما بنتكلم عن ناس ماتوا وانتهوا بس، تابعينهم الليلة، الليلة ملايين البشر. ده في الصفحة رقم 93 قال أنا عرشها والكرسي أنا، العرش بتاع الله والكرسي، ربنا قال عنه وسع كرسيه السماوات والأرض والناس حافظة ما شاء الله، قال ده أنا ذات الكرسي الله والعرش بتاع الله ده أنا، أنا للسماء بانيها، قال الله ما بنى السماء، قال أنا البنيت السماء. ده سوداني، شوف ده ما إيطالي، الزول ده ما أمريكي، ده ما شارون ولا أوباما ولا ده ترامب، ده سوداني 100%. ولما نوريك بعد شوية ده منو، والله تستغرب تاخد يدنك في راسك،
عشان ما بزول يقول ما في شرك. طيب قال انا لسما بانيها لولا الحياء من ربي، لو انا ما خجلان من الله ساكت نار الجحيم اطفيها. انتبه انتبه معي هنا، زول داير سؤال بندي، زول داير يلخبط وما يحترم الضيوف، جزاه الله خير وشغلنا ماشي. قال لولا الحياء من ربي نار الجحيم اطفيها. قال انا كما خجلان من الله ساكت نار جهنم دي بستطيع اطفيها، توف اطفيها. ده منو؟ محمد عثمان المرغني شيخ الطريقه الختميه. ده انت تزعل من ده ولا تزعل مني انا؟ بالله يا جماعه ابقوا منصفين وابقوا عادلين. منو قال قال انا انا البنيت السما ما الله، وقال انا العرش والكرسي بتاع الله، وانا كما خجلان من الله نار الجحيم الخلق الله انا بقدر اطفيها ذات واغلب الله. منو؟ محمد عثمان المرغني. ده زول في البلد دي هين ولا ما هين؟ ما هين. تابعينه ملايين البشر الطريقه الختميه، وعندهم مساجد في البلد دي كثيره جدا في السودان ده وفي غيره موجود. قال في الصفحه دي 93 والكتاب ده اشترينا من جامعه اسمه فيوض البحور المتلاطمه شرح الراتب المسمى بالانوار المتراكمه تاليف امام العلماء الراسخين وواسطه عقد الاولياء والمقربين سيدنا ومولانا السيد محمد عثمان المرغني شيخ الطريقه الختميه. ده الكتاب، ده ده الكتاب، ده الكتاب في الصفحه 100 في الصفحه 109. ما دي حقائق، عشان كده الناس ما شاء الله الفاهمه بتعرف انه ده كلام موثق من الكتاب. الصفحة 109 قال شوف الكلام ده، وده كلام عربي يفهم أي زول، الشافع بيفهم، الشافع بيفهم، خلي الناس الكبار العاقلين. قال أرى العرش حقا، العرش بتاع الله، قال أرى العرش حقا في جلوسي دائما وما فوقه في كل وقت وساعة. قال هو قاعد هنا في الواطة بيشوف العرش بتاع الله فوق 7 سماوات وما فوق العرش بيشوفه من الواطدي في كل وقت وساعة. يعني ناس زمان نتكلم فيه، أديكم مثال، أديكم مثال، امسك ابن تيمية الصفحة دي. الآن أنتوا ناس هنا وفي زراعة وفي كده، أسأل الله يفتح لكم كلكم. طيب طيب لو أنا ده أو غيري جا واحد شال، واحد لص حرامي شال شبر من الطين حقك، بتمشي للقاضي تفتح بلاغ ومحكمة، أهل قاضي قال لك منو شاله؟ بتقول له والله يا مولانا دي غيبة، ولا بتجيب اسمه واسم أبوه واسم جده واسم أي حاجة، أي حاجة. طيب دي واطوطين، وده دين وإسلام نزل من رب العالمين يا جماعة، ما تخافوا عليه، ده دين. الناس ديل الصوفية ديل والختمية والقادرية والسمانية وغيرهم، الدين بتاعهم ده دين باطل، ما دين ربنا. والا شوف انا والله بحترم الزول، الزول اللي بيكورك من برا ده ما هو ما عنده حجه، لو عنده حجه عرفت ما بكورك، بيجي بيقول والله انا عندي رد عليكم، اتفضل اتفضل. طب بنديك المايك ده تتكلم للصبح لحد الصبح، ايوه لحد الصباح تتكلم. تاني في حاجه يا جماعه ترد علينا والله بالفشم الفم المليان، لا في زول بيدقك، لا في زول بيرفع يده عليك بنسمعك، تسمعك ترد علينا تقول لنا انتم كذابين، لانه ربنا قال في القران انه محمد عثمان المرغني بيطفي النار، ومحمد عثمان المرغني شريك مع الله، والدليل كده والحديث كده والايه كده. تعرض علينا بالقران، ما قالوا بعلم الفقه، هسه ده فقه زول يكوري ده ما دين، دين تجي ترد تتفضل ترد، ده انا بعرفه كده. لكن نوبه ونقزي وزلابيه ده ما بيحلك، بيحلك تحفظ ترد بالايه وترد بسنة النبي عليه الصلاة والسلام. أختم بحاجة واحدة بس، أمسك، لا لا نختم. طيب قال لأنه الصلاة، محمد عثمان المرغني قال فالعرش، العرش بتاع الله، والفرش والأكوان أجمعها، الكون ده كله، الأرض والسماوات 7 والبحار والأنهار والنجوم والشمس والقمر، الكون كله الكل في سعتي مستهلك بالي، كله قال ده في سعتي انا ماسكه، انا ماسكه انا ما الله. اها بعد ذاك يا محمد عثمان المرغني يا ختميه قال وكل غوث به دان الوجود له اعرته خلعه من سندس الغالي، لذاك
عاش جميع الكون في كنفي، الكون كله عايش قال في كنف محمد عثمان المرغني. عشان كده بقول لك نظرة يا ابو منو يا ابو هاشم دي ما ساكت بيفتكر الزول ده إله مع الله عز وجل، وهو ده كلامه ذاته. قال لذاك عاش جميع الكون في كنفي، فالطول طولي وأهل الفضل أطفالي، فمن تمسك بي. المفروض لو هو زول عنده دين صحيح يقول لك امسك في منو؟ في الله اللي خلقك. قال لك لا، قال لك تمسك فيني أنا. فمن تمسك بي أو حل في حرمي نال المرام بلا ريب ولا إشكال. قال اللي بيمسكني أنا بيتمسك بي أنا، ما الله، بمحمد عثمان المرغني. قال ده ينال المرام يعني الغاية بتاعته كلها، داير رزق، داير الجنة، داير مرته تلد، كله بس يتمسك بمحمد عثمان ما بي الله. يا جماعة زول دار يشيل حق الله يسرق حق الله نخليه، والزول دار يسرق منكم شبر من الأرض ومن الطين ما تخلوه، تلك إذن قسمة ضيزة. قال شنو؟ قال أنا الجليس على العرش المحيط به كما أحط بالغيب تفصيلا وإجمالي. قال أنا الجليس، الجليس على العرش. شوف ده كلام ده كيف؟ وكلمة جليس دي نحن ما عندنا عليها دليل، لكن هو قصده في النهاية هو المستوي على العرش، وربنا قال الرحمن على العرش استوى. بعدين قال أحط بالغيب زي كلام البرعي. البرعي قال للأولي الأغطاب لهم نشاور منهم عليم بالغيب باطن وظاهر، وربنا قال الجماعة دي كلهم كذابين كذابين. ربنا قال قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. أختم يا جماعة بأنه دي الدعوة، الدعوة الناس بيشوفوها حارة، دي دعوة الأنبياء والرسل. وأوعى زول بكرة يجي كده بدقن ولا بغير دقن يقعد يقول لك ده ما من الحكمة، دي الحكمة ذاتها، لأنه الأنبياء ضربوهم وشاكلوهم. ليه؟ ما لمسوا للناس يا جماعة ولا جاملوا الناس، بيّنوا التوحيد، وده التوحيد. وربنا قال وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. ونحن ما تابعين لأي جماعة أبدا، لا نحن صوفية، لا نحن سمانية، لا نحن تجانية، لا نحن أنصار سنة، لا نحن أخوان مسلمين. أنتوا شنو؟ نحن مسلمين نقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. والجماعات والطرق والطوائف والأحزاب دي كلها ما صحيحة، ما بنقول كفار لكن بنقول باطلة، لأن ربنا قال ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعة. أحزاب وفرق وجماعات كل حزب بما لديهم فرحون، وما في شيء ضر الإسلام بعد الشرك والبدع زي الأحزاب والجماعات الفرقت الدين. ربنا قال أنا أقيم الدين ولا تتفرقوا فيه. جزاكم الله خير، ونجيكم إن شاء الله المرة الجاية، وبارك الله فيكم وحياكم الله. جزا الله خيرا الشيخ الجليل مزمل الفقيري، وقد أفرح الشباب ودعا إلى الله سبحانه وتعالى، وإخواني ورفقائي نسأل الله أن يجزيهم خير الجزاء، ويعدنا إن شاء الله بحلقة شهرية إن شاء الله، حلقة شهرية أو أسبوعية إن شاء الله. جزاكم الله خير.